السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة والطالبات، نبدأ معكم درس جديد من دروس مادة الرياضيات للصف الثامن معهد التعليم الأساسي الفصل الدراسي الثاني. درسنا اليوم يا أبنائي مساحة متوازي الأضلاع. خذينا احنا الحصة اللي فاتت مساحة المثلث، نراجع شوي مع بعضنا. ماذا تساوي مساحة المثلث؟ أحسنتم، تساوي نص ضرب القاعدة ضرب الارتفاع. برافو عليكم. قاعدة المثلث كيف نطلعوها؟ هاي راجعوا القانون. قاعدة المثلث ماذا تساوي؟ تساوي 2 ضرب المساحة على الارتفاع. كويس، وارتفاع المثلث ماذا يساوي؟ يساوي 2 ضرب المساحة على القاعدة. أحسنتم يا أبنائي. ديما قوانين راجعوها كل يوم، كل يوم خد ورقة بكتب القوانين اللي خذيتها كلهم، هيك يا ابني ما تنساهاش، بكل كون ديما حافظها ومستعد لأي مسألة تجي باش تحل المسألة، يبقى القانون في راسك جاهز. ناخذ اليوم مساحة متوازي الأضلاع، درس بسيط جدا وسهل لو فهمته وطلعت عليه. يلا هاي نبدأ في درسنا اليوم. مساحة متوازي الأضلاع شنو تساوي؟ تساوي مجموع مساحتي مثلثين متساويين في المساحة. هذه تمهيد لأننا كيف نطلع مساحة متوازي الأضلاع. يعني ديما نحاول أننا نشرح لكم كيف جتنا المساحة، زي ما شرحنا مساحة المثلث منين جتنا، قلنا هي نص مساحة مستطيل. نفس الشيء منين جانا قانون مساحة متوازي الأضلاع، هذا القانون منين جانا؟ جانا من أن مساحة المثلث خيرها تساوي، فمساحة متوازي الأضلاع تساوي مجموع مساحتي مثلثين متساويين في المساحة. يلا هاي نرسم مع بعضنا متوازي الأضلاع. احنا واخدين متوازي الأضلاع، هذا متوازي الأضلاع. ترى راجعوا خواص شوية يا أبنائي، يلا ولدي وبنتي هاي راجعوا معي مساح الخواص متوازي الأضلاع. قلنا متوازي الأضلاع شن فيه؟ فيه كل ضلعين متساويين متقابلين متساويين ومتوازيين. أحسنتم، هذا الضلع هذا يساوي هذا ويوازيه. شو الثاني فيه؟ في كل زاويتين متقابلتين خيرهم متساويتين. أحسنتم، برافو عليكم. والزاويتين الداخلتين هذو اثنين اللي في جهة واحدة من القاطع شو بيكونوا؟ بيكونوا زاويتين متكاملتين. طب الزاوية هذه عليها علامة النقطة وعليها علامة الإكس، كم مجموعهم؟ 180. أما الزاويتين المتقابلتين هما زاويتين متساويتين. إذا هذا مراجعة بسيطة لمتوازي الأضلاع، هو شكل رباعي فيه كل ضلعين متقابلين متساويين ومتوازيين، كل زاويتين متقابلتين متساويتين. ماشي، مساحة متوازي الأضلاع كيف نطلعها؟ نديرو عمل بسيط. لو أنا وصلت القطر، طبعا عرفنا القطر هو خط واصل بين نقطتين غير متتاليتين، يعني ما نوصلش بين النقطة هذه والنقطة هذه ونقول هذا هو القطر، لا، قطر نقطة وأخرى لا تكون متتالية بالنسبة لها، هذه وهذه. إذا نوصل بين هذا الخط بهذه النقطة وهذه النقطة، إذا هذا هو القطر، أهو نمشي عليه بالقلم. هذا القطر، قطر قسم لي المتوازي الأضلاع إلى قسمين، إلى مثلثين متساويين في المساحة. إذا مساحة متوازي الأضلاع عبارة عن شنو؟ عبارة عن مساحة هذا المثلث مع مساحة هذا المثلث. مساحة هذا المثلث كم؟ شو تساوي؟ نصف ضرب القاعدة ضرب الارتفاع. ومساحة هذا المثلث كم؟ نصف ضرب القاعدة ضرب الارتفاع. إذا هما اتنين نجمعهم مع بعضهم، نص زايد نص شنو يعطينا؟ يعطينا واحد. يعني أني كأني قلت اتنين، كم مرة متكررة؟ هي مرتين مساحة المثلث، صح ولا؟ أنا اتنين ضرب كم تساوي مساحة المثلث؟ نص ضرب قاف ضرب عين. منين جبتها اتنين هذه يا ابني؟ لأن عندي مثلثين، هذا المثلث هذا هو وهذا المثلث الآخر، وهذا قانون مساحة المثلث الواحد، هما مثلثين. إذا مثلثين كل مثلث مساحته نص ضرب قاف ضرب عين، تمشي اتنين هذه مع اتنين هذه، شنو يقعد لي؟ يقعد لي قاف ضرب عين.
وهذه منين جتنا مساحة متوازي الأضلاع. إن شاء الله تكون وضحت منين جت القانون هذا. قانون مساحة متوازي الأضلاع يساوي قاف ضرب عين، حيث قاف القاعدة وعين الارتفاع. يلا نرجعوا للدرس. شفتوا هذه مساحة متوازي الأضلاع تساوي شنو؟ تساوي قاف ضرب عين. هي مساحة متوازي الأضلاع شنو تساوي؟ تساوي مجموع مساحتي مثلثين متساويين في المساحة، يعني 2 ضرب مساحة المثلث. كم مساحة المثلث؟ نص ضرب قاف ضرب عين، 2 ضرب نص ضرب قاف ضرب عين، تمشي 2 هذه مع 2 هي شو مع بعضهم؟ شن قاعد لي؟ قاعد لي القاف والعين، فقط قاف ضرب عين، مشت 2 هذه مع 2 هي، قاعد لي قاف ضرب عين. بالطريقة هذه نكون عرفنا مساحة متوازي الأضلاع قديش تساوي. تساوي القاعدة ضرب الارتفاع، قاف هي القاعدة، هذه متفاهمين عليها. من مساحة المثلث عرفنا أن قاف هي القاعدة وعين هي ارتفاع. إذا كل ما تلقى أي مساحة فيها قاف فيها عين، أفهم يا ولدي أن قاف هي القاعدة وعين هي الارتفاع، حيث قاف وعين خيرهم 2 يكونوا ليهم نفس الوحدات. هذه ديما نقولوا فيها، ديما ركزوا في الوحدات، لازم الارتفاع والقاعدة يكون ليهم نفس الوحدات، يعني يا إما بالسنتي يا إما بالمتر أو بالكيلومتر حسب اللي هو يعطيهولك. ماشي، شفتوا الشكل هذا اللي عندي؟ حاول نديلكم بالمؤشر. الشكل هذا، هذا الشكل اللي عندي، هذا متوازي أضلاع فيه كل ضلعين متقابلين، قلنا متوازيين متساويين. هذا ارتفاع المتوازي، احنا قلنا الارتفاع من الحصة اللي فاتت ان الارتفاع يكون عمودي على القاعدة، لان هذا الارتفاع عمودي على القاعدة، هي علامة العمود. نفس الارتفاع، يا اما بيكون ارتفاع ديرة من هذه النقطة او تاخده من هذه النقطة. هذا الارتفاع، هذا ارتفاع او هذا ارتفاع، سوسو يعني كان لقيتها هيك ارتفاع صح، او درتها بالشكل هذا صح، او حتى خدينا من هنا، حتى خدينا نزلناها من هناك بالشكل هذا على امتداد القاعدة هذه، حتى هو ارتفاع. المهم ارتفاع بيكون عمودي على القاعدة. إذا مساحة متوازي عودوها يا أبنائي كم تساوي؟ تساوي قاف ضرب عين. يلا مع بعضنا ناخدو الكراسة والقلم ونحل مع بعضنا هذا المثال. أوجد مساحة متوازي الأضلاع الذي أمامك. هذا متوازي أضلاع من شكلها يبي مساحة، طبعا المساحة لازم نعرف شنو لما نطلع المساحة، لازم نعرف القاعدة ونعرف الارتفاع. يلا شوفوا معي أين القاعدة والارتفاع. أحسنتم، 7 هي قاعدة، كويس 7 هي ارتفاع، هي واضحة ارتفاع يكون عمودي على القاعدة. من هي القاعدة؟ هي هذه القاعدة. إذا عندي القاعدة وعندي الارتفاع، نقدر نطلع مساحة متوازي الأضلاع، نقدر نطلعها. متوازي الأضلاع مساحته تساوي القاعدة ضرب الارتفاع. أي شيء أنت تبي تطلع اكتب قانونه. أنا طلبت منك المساحة، إذا قبل ما تبدأ تحل اكتب لي قانون المساحة. القانون اللي بتشتغل به أنت اكتبه. نبي نشتغل بقانون المساحة، نكتب قانون المساحة لازم نحطه قدامي باش نطبق عليه. متوازي مساحة المتوازي ماذا تساوي؟ تساوي قاف ضرب عين. ما هي قاف؟ هي القاعدة. ما هو عين؟ هو الارتفاع. إذا القاعدة كم؟ 8 ضرب 7. عادي حتى لو درنا 7 ضرب 8 مش غلط، احنا ديما نقول الضرب عملية تبديلية، يعني 7 ضرب 8 هي نفسها 8 ضرب 7، وانتم خدتوا خواص الأعداد صف السابع. إذا 7 في 8 بكم جدول الضرب يا شاطرين؟ 86 56 سنتيمتر مربع. مربعة ركز فيها ولدي، مساحة، أي مساحة تقاس بالوحدات المربعة. إذا مساحة متوازي الأضلاع كم طلعت؟ 56 سنتيمتر مربع. إذا مساحة المتوازي قاف ضرب عين، عندي القاعدة 8، الارتفاع 7، ضربناهم في بعض بسيط جدا، ها ضربناهم في بعض 2 أعطاني قداش؟ أعطاني 56 سنتيمتر مربع. شوف المثال اللي بعده، نفس الشيء، خود قلمك وابدأ حل معاي. أوجد قاعدة متوازي الأضلاع. شفتوا هنا، انت مطلبش المساحة، طب القاعدة.
يلي أوجد قاعدة متوازي الأضلاع. هي ناخذ صفحة ونحاول نطلع القوانين الفرعية لهذا القانون. مش احنا اخدينا قانون مساحة متوازي الأضلاع، قلنا كم يساوي مساحة متوازي الأضلاع؟ قانونها يساوي القاعدة ضارب الارتفاع. هذا القانون الأصلي نقوله له. هاي نطلع القوانين الفرعية مع بعضنا، ناخده كراسة وطلع قلمك يا ولدي وابدأ اشتغل معاه. هاي هنشتغل مع بعضنا مساحة متوازي الأضلاع. ماذا مساحة كيف نطلع ارتفاع متوازي الأضلاع وكيف نطلع قاعدة متوازي الأضلاع؟ يعني نكتب مع بعض هاي مساحة متوازي الأضلاع دي عند متوازي الأضلاع ماذا تساوي؟ تساوي قاف ضارب عين. قاف هذه قاف ضارب عين نمسحها نكتبها بطريقة أفضل. طبعا الكتابة على السبورة على الشاشة باليد صعب شوية، مش زي لما تكتب بالقلم. حاولوا تكتبوا انتم احسن مني لان تكتبوا بالقلم انتم. قولوا بما ان او مساحة هذه شنو علامة التوازي؟ متوازي الأضلاع تساوي كم؟ قاف ضارب عين. واضح؟ لو يا ابني طلب منك، لو طلب منا القاعدة، أعطاك المساحة وطلب بالقاعدة، أو أعطانا المساحة وطلب بالارتفاع، كيف نطلع القوانين الفرعية للقانون الأصلي؟ تو هذا اللي طلع، هذا اللي عندي القانون الأصلي، قانون مساحة متوازي الأضلاع. كيف نطلع قانون القاعدة؟ نفس الشيء اللي قلناه في المثلث الحصة اللي فاتت. قلنا لما نبي القاعدة بروحها نبي نتخلص من الارتفاع. شنو علاقة القاعدة بالارتفاع؟ علاقة ضرب، هي واضحة قدامنا الضرب. أنا بنتخلص من حاجة نجيب عكسها. شنو عكس الضرب؟ القسمة. إذا أنا بناخذ الارتفاع ونجي نقسم عليه المساحة. إذا نقول قاعدة شنو تساوي؟ مساحة متوازي الأضلاع على شنو؟ على الارتفاع. أحسنتم يا أبناء. إذا هذه القاعدة طلعت شنو بتساوي؟ تساوي مساحة المتوازي على الارتفاع. به لو طلب الارتفاع لو تطلعوه بروحكم، هاي قولوا لي مع بعضكم، هاي انتم شاطرين واكيد فهمتوني. هاي لو طلب الارتفاع شو بندير؟ ناخذ المساحة ونقسم عليه القاعدة. احسنتم. اذا تساوي المساحة على شنو؟ على القاعدة. مساحة شنو؟ مساحة متوازي الاضلاع. اذا هذا القانون الفرعي الاول وهذا القانون الفرعي الثاني. هذا القانون الاصلي هو، هذا هو القانون الأصلي. شنو هو؟ مساحة متوازي الأضلاع تساوي قاف ضرب عين. طلعنا قاف وطلعنا عين، هذا أنت طلعهم من القانونين هذين من القانون الأصلي. كيف طلعنا قاف؟ كنا خدينا نبي القاف بروحها اللي هي القاعدة، قسم هنا على عين، قسم هنا على عين، تقعد مساحة المتوازي على الارتفاع. به لو طلب بالارتفاع نقول له المساحة على القاعدة. واضح القوانين الاثنين هادو نقلتهم كويس. هاي نرجع لصفحتنا اللي هو درس المثال اللي وقفنا عليه. هذا المثال قال أوجد قاعدة متوازي الأضلاع الذي أمامك. هذا المتوازي أعطينا الارتفاع متاع كم؟ 8، والمساحة قداش؟ 24. يلا ناخذ ورقة ونحلوه بروحنا. هاي مفيش داعي نشوف الحل اللي هو مكتوب، نحاول نحل لأني مش عرفت القانون بتاع القاعدة. خلاص وعندي المساحة وعندي الارتفاع، إذا طول نقدر نطلع القاعدة اللي هي مجهولة. يلا هاي ناخد القاعدة ونشوفوها قداش تساوي. قاعدة متوازي الأضلاع ماذا تساوي؟ نرسمه مع بعضنا يا ابني. هاي نجي في نهاية الصفحة ونرسم متوازي الأضلاع اللي هو عطيه لي. هذا متوازي الأضلاع رسم تخطيطي طبعا. هذا متوازي الأضلاع، هو عاطيني الارتفاع من هنا، نزل الارتفاع من هنا، نزل الارتفاع بالشكل هو، يكون الارتفاع عمودي على القاعدة أو على امتداد القاعدة. احنا القاعدة مديناها ورسمنا منها هذا الارتفاع معاي. إذا ارتفاع قداش طوله؟ نرجع نتذكر قداش طوله من الصفحة. طوله كم؟ 8، المساحة 24. إذا نكتب هنا كم؟ 8 سنتي. المساحة كم معطيها لي؟ كلها
24 سنتيمتر مربع. المساحة هي الدخلانية هي 24 سنتيمتر مربع. باهي شن طالب؟ طالب القاعدة هي كم تساوي القاعدة؟ احنا تو قلنا عليهم القاعدة، على طول نكتب قانون القاعدة، نقول القاعدة يلا هاي تساوي شني؟ تساوي المساحة على عين اللي هو شنو؟ على الارتفاع. يلا هاي مساحة كم؟ هي 24. ارتفاع كم؟ اهو 8. شفتوها بسيطة جدا، 24 تقسيم 8 جدول الضرب. كم يساوي 24 على 8؟ تساوي 3. أحسنتم، 3 سنتيمتر مربع. لا سنتيمتر عادي لأنها قاعدة طول عادي. إذا طلعت القاعدة كم تساوي؟ تساوي 3 سنتي. ترى تأكدوا حنا صح ولا غلط. شو تساوي مساحة المتوازي؟ تساوي القاعدة ضرب الارتفاع. اضرب القاعدة كم؟ 3 في ارتفاع كم؟ 8. 3 ضرب 8 كم؟ 24. نفس المساحة اللي هو عطيها لي. إذا حلي صحيح 100%. نرجع للمثال، نفس الشيء. هاو المثال يبقى القاعدة، إذا بما أن مساحة متوازي الأضلاع قاف ضرب عين، إذا القاعدة بتساوي المساحة على الارتفاع. 24 مساحة هي 24 قسمناها على كم؟ على الارتفاع. قداش عطيني الارتفاع؟ ارتفاع عطيه بيساوي 8. 24 تقسيم 8، هذه 24 قسمناها على 8، قداش طلعت؟ طلعت 3 سنتي. إذا طلع قداش يساوي؟ طلع الارتفاع القاعدة كم تساوي؟ تساوي 3 سنتيمتر. شفت الملاحظة هذه يا أبنائي؟ لاحظ أن الارتفاع يساوي شنو؟ المساحة على القاعدة. مساحة شنو؟ مساحة متوازي الأضلاع. أحسنتم، الارتفاع يساوي المساحة على القاعدة، والقاعدة شنو بتساوي؟ المساحة على الارتفاع. إذا طلب مني القاعدة، طبقت بقانون القاعدة، تساوي المساحة على الارتفاع. هذه المساحة 24 قسمناها على هذا الارتفاع اللي هو عمودي على القاعدة أو امتداد القاعدة. إذا 24 تقسيم 8 قديش طلع؟ 3 سنتي. تأكدنا من حل، ضربنا الارتفاع في القاعدة أعطانا شنو؟ أعطانا المساحة. إذا درسنا اليوم بسيط جدا سهل، مساحة متوازي الأضلاع تساوي القاعدة ضرب الارتفاع. الارتفاع كم يساوي؟ يساوي المساحة على القاعدة، والقاعدة كم تساوي؟ المساحة على الارتفاع. نقول المثال اللي بعده حتى هو بسيط وسهل. قال لك متوازي أضلاع ألف ب ج د، هذا هو المتوازي. ها ألف ب تبع الحروف، ها ج د كويس. شنو فيه؟ فيه ألف ب طوله 6 سنتي، هذا هو ألف ب. هو ديما تبع الحروف، ألف ب ألف ب. أنا نسمع في طلبة يقول لي ألف هو ب، رد بالك وتقول ألف هو ب. ألف ب مش ألف هو ب، ألف ب يعني هو طلع اسمه بحرفين، يبدأ نقطة البداية ونقطة النهاية، نقول ألف ب كم طوله؟ 6 سنتي. والضلع اللي بعده ب ج، ما هو كم طوله؟ طوله 8 سنتي. وألف ه، ألف ه اللي هو هو قداش طوله؟ 4 سنتي. غير هو مش كاتب عليه الطول طبعا. شنو هو ألف ه هذا؟ ألف ه شنو هو هذا؟ ارتفاع. لأن هذه هي هذه ألف ه، وهذا طوله كم؟ 4 سنتي. ماشي، طبعا ألف ه هذا عبارة عن ارتفاع. قداش طول الارتفاع؟ طوله 4 سنتي. كويس بقى، شو المطلوب؟ احسب مساحة متوازي الأضلاع. يبيك تحسب مساحة هذا المتوازي، هذا المطلوب الأول. ثم أوجد ارتفاع ألف كاف. يبقى الارتفاع هو ألف كاف، طبعا ألف كاف ارتفاع. كيف عرفنا ارتفاع؟ من علامة القيام اللي موجودة عندك. نجيب الأول مطلوب، نبدأ بالأول نحل، مش نقعد نفكر في الثاني والأول يبدأ واضح. أصلا هو المطلوب الثاني ديما معتمد على المطلوب الأول، فحاول تحل المطلوب الأول هو الأول باش تستفاد منه وتحل به المطلوب الثاني. نبدأ مع بعض. يبي مساحة متوازي الأضلاع،
مساحة متوازي الأضلاع شو بتساوي؟ تساوي القاعدة ضرب الارتفاع. ب أما قاعدة ناخذ أم ارتفاع، دي ماخذ القاعدة اللي معلومة، القاعدة اللي معلومة عندي وارتفاعها، ما ناخدش طبعا القاعدة هذه كم طولها. من شاطر يقولي كم طولها؟ برافو عليكم، طولها 6. ها زي هذه، ما متوازي الأضلاع في كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول، إذا هذه 6، لكن الارتفاع هنعرفها ما نعرفهاش، إذا ما نقدرش ناخد القاعدة هذه 6 نضربها في الارتفاع باش يعطيني المساحة. إذا ناخد دي مخوض القاعدة اللي معلومة وارتفاعها، ارتفاعها اللي أنت تعرفها. إذا أعطيني القاعدة هي 8 والارتفاع كم؟ 4. إذا ناخدها هو ناخد هذه القاعدة وناخد ارتفاعها. إذا مساحة متوازي الأضلاع تساوي قاف ضرب عين. أما قاعدة ناخد 8 وارتفاعها شنو هو؟ 4. إذا 4 ضرب 8 كم يساوي؟ قداش 4 في 8؟ ب 32 سنتيمتر مربع. إذا طلعت مساحة متوازي الأضلاع كم يا ابني؟ طلعت تساوي 32 سنتيمتر مربع. واضحة هذه؟ ماشي كويس. ثم أوجد ارتفاع، الارتفاع ألف كاف، يبقى الارتفاع هو قداش طول؟ إذا ناخد قانون الارتفاع. شو بيساوي قانون الارتفاع؟ لو كنا نقولوا فيه شو بيساوي، حتى لو رجعنا الصفحة اللي قبلها، ارتفاع شو بيساوي؟ بيساوي المساحة على القاعدة. توا يبني الارتفاع والقوانين تلقاها مكتوبة قدامك، لكن خلاص بعدين تبدأ القوانين كلها عندك في راسك، يبني تكون فاهمها حافظها باش تطبق بها. إذا الارتفاع طالبة مني شو بيساوي؟ بيساوي المساحة على القاعدة. إذا طول ناخد الارتفاع ونكتب قانونها المساحة على القاعدة. أما قاعدة، قاعدة الارتفاع ألف كاف شن هي؟ اللي هي دال جي. ما هي القاعدة متاعها هي؟ ما احنا قلنا كل ارتفاع ينزل على القاعدة، القاعدة الخاصة به. إذا الارتفاع ألف كاف ما نقولش القاعدة متاعها جيم ب، شوفوا ما بعد عليه، هذا ألف كاف ينزل على جيم ب، ألف كاف نازل على شنو يا شاطرين؟ ترسموا لي الضلع اللي نازل عليه، نازل على دال جيم. إذا الارتفاع ألف كاف القاعدة متاعها شنو هي؟ دال جيم. قداش طولها دال جيم؟ كم قلنا طولها؟ طولها 6 سنتي. أحسنتم يا أبنائي، طولها 6 سنتي، لأن هذا وهذا متساويين، زي ما هذا وهذا متساويين، إن هذا متوازي أضلاع، كل ضلعين متقابلين متساويين ومتوازيين. إذا هذا وهذا، ضلع دال جيم يوازي الضلع ألف ب ويوازيه ويساويه في الطول. إذا طوله كم؟ ألف جيم قداش طوله؟ دال جيم قصدي قداش طوله؟ طوله 6 سنتيمتر. خلاص أصبحت عادية جدا، عندي القاعدة تساوي 6 سنتي، عندي المساحة طلعناها كم تساوي؟ 32. إذا نقدر نطلع الارتفاع، الارتفاع يساوي المساحة على القاعدة. كم المساحة طلعناها؟ 32. وكم القاعدة؟ 6. إذا قداش يطلع قسم 32 تقسيم 6؟ باستخدام الآلة الحاسبة أو بقسمتك أنت بالقسم المطولة، كم يطلع؟ يطلع 6، يطلع 5.33 سنتيمتر عادي مش مربع. إذا هذا طلع الارتفاع 5.36. حاول تقسمها أو حتى قسمها مع بعض مش مشكلة، ديما نحاول يا ابني نبعد على الآلة الحاسبة قدر الإمكان. علاش؟ لأنك لازم تتعلم كيف تحسب بروحك بعدين إن شاء الله في السنوات المتقدمة، وتوصل السنوات مراحل متقدمة استخدم الآلة الحاسبة، لكن لازم يكون أساسك صح، لازم يكون أنت تعرف كيف تستخدم الآلة الحاسبة. ترى شوفوا معي، لو قسمنا 32 على 6 هنقسمها مع بعض، معي 32 تقسيم 6، رقم ضرب 6 قريب من 32 شنو هو؟ 5. 5 × 6 = 30، فضل 2، زيدوها 0، لما زيدوا 0 شو نحطوا فوق؟ علامة عشرية. 20 × 6 كم؟ 3. 3 × 6 18، يفضل 2، زيد 0،
تقعد ديما 3 متكرر، كسر دائري هذا، إذا تقعد 5 فاصلة كم 3 3 غير منتهي، يقول لك كسر دائري، إذا هذا هو الكسر اللي طلع لي هو 5 فاصلة، شفتوا نفس القسمة هي بسيطة بسرعة ما تاخذش مني وقت، إذا طلع الارتفاع يساوي 5 و33 من 100 سنتيمتر، طبعا الارتفاع يقاس بالوحدات العادية بدون تربيع. إذا شفت المسألة شفتها تقول صعبة لكن بسيطة جدا. في البداية طلعنا المساحة من القاعدة اللي عاطيها لي والارتفاع اللي عاطيه لي، بعدين طلعنا الارتفاع من المساحة اللي طلعتها ومن القاعدة متاح. لازم تركز وين القاعدة، كل قاعدة لها ارتفاع، لأن الارتفاع بيكون عمودي على القاعدة، عمودي يعني كون زاوية قائمة مع هذا الارتفاع. درسنا اليوم يكون تم، وعندكم تمارين في الواجب بسيطة جدا، حاولوا تحلوها معلقة بمتوازي الأضلاع، والدرس بسيط جدا وسهل يا أبنائي، اللي هو درس مساحة متوازي الأضلاع. تساوي مساحة تساوي القاعدة بارتفاع، الارتفاع ماذا يساوي؟ يساوي المساحة على القاعدة، القاعدة ماذا تساوي؟ المساحة على ارتفاع. وإن شاء الله يكون الدرس بسيط، حاولوا تحلوا تمارين الواجب بروحكم، اعتمدوا على أنفسكم في حل التمارين، والفهم الجيد يؤدي إلى حل تمارين بصورة جيدة. حاول إنك تفهم، ما تحفظش يا ابني، أبعد بعد الحفظ في الرياضيات نهائيا، كانت تبي يكون مستوى كويس في مادة الرياضيات. ونعتذر إذا كان الصوت مش واضح أو رديء بعض الشيء، لأن التسجيل كان من البيت، وإن شاء الله تتحسن الأمور ونسجله في الأماكن الخاصة بالتسجيل ويطلع الصوت واضح والصورة واضحة. المهم العملية التعليمية تسير، والدروس تكون تتابعوا فيها أول بأول، وإن شاء الله موفقين يا أبنائي، وإلى اللقاء في الحصة القادمة. Thank you.